بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مجددا نعاودكم اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم مع النجم. برنامج مع النجم اليوم ومن داخل أسوار جامعة جنوب الوادي بقنا، أحد أكبر قلاع العلم في جنوب الصعيد. كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي. أهلا بك دكتور. يا مرحبا فندم، الله يكرمك ويبارك فيك، شرفتونا. في بداية اللقاء، كل سنة وحياتك بخير مع بداية العام الدراسي الجديد. كل سنة ومصر كلها بخير وطلاب مصر وكل أهل مصر بخير وصحة. ربنا يخليك يا فندم. في بداية حوارنا دايما عاوزين نعرف السادة المشاهدين من هو الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي. ولد، خلينا نتكلم بصيغة الغائب، مولود في 28/9/63 في قرية الرزاقات قبلي مركز أرمنت، كانت آنذاك تابعة لمحافظة قنا، قرية من قرى صعيد مصر التي أعتز بالانتساب والانتماء إليها. درست في المرحلة الابتدائية في مدرسة رزاقات قبلي الابتدائية المشتركة، في المرحلة الإعدادية مدرسة الديمقراط الإعدادية المشتركة قرية مجاورة لقرية رزاقات قبلي، في الثانوية العامة مدرسة أرمنت الثانوية المشتركة. نعم. كلية علوم سنة 82، تخرج من كلية العلوم بقنا فرع جامعة أسيوط في العام 1985. نعم. أديت خدمة العلم تجنيد القوات المسلحة. نعم. 86-87. نعم. المدة القانونية للتجنيد. بعد ذلك تم تكليفي معيدا في كلية العلوم قسم النبات، وتسلمت العمل في مارس 87، ومن ذلك التاريخ وأنا أنتمي لأسرة كلية العلوم بقنا. تحصلت على درجة الماجستير في العام 1990، ثم درجة الدكتوراه في العلوم من قسم النبات في تخصص الفطريات سنة 1994، رقيت أستاذا مساعدا في العام 2000، وأستاذا في علوم النبات تخصص الفطريات في العام 2005. الرحلة دي الرحلة التعليمية أو رحلة الترقي في الدرجات المختلفة، في من معيد إلى أستاذ، صاحبها العديد من السفريات للدول الأوروبية المختلفة. نعم. قضيت 3 سنين في جامعة الزراعة بفيينا. نعم. بالنمسا من العام 97 حتى العام 2000 لإعداد أبحاث ما بعد الدكتوراه. أستاذ 2005، بالتالي رئيسا لمجلس قسم النبات في العام 2005، ثم سفرية طويلة للعمل بجامعة الضائف بالمملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات، عودة من المملكة العربية السعودية، وتخلت منصب وكيل كلية العلوم وشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. نعم. ومنها قائما بعمل وكيل كلية لشؤون الطلاب والتعليم، ثم وكيل كلية لشؤون الطلاب والتعليم، وقائم بعمل عميد الكلية. والعام 2015-2016 كانت قائم بعمل عميد كلية علوم مع احتفاظي بوكالة شؤون الطلاب والتعليم. في العام 2017 تم تكليفي وتشريفي بمنصب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. نعم. وفي العام 19/1/8 صدر قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليفي وتشريفي برئاسة جامعة جنوب الوادي. نعم. ده التاريخ الوظيفي. أما التاريخ العلمي، فأنا لو تكلمت على الجانب البحثي في تاريخي، أنا لي أكثر من 100 بحث منشور في مجلات عالمية ودولية. نعم. حضرت الكثير من المؤتمرات، عملت أستاذ زائر بالعديد من الجامعات الأوروبية. فخلينا أقول ورأي تاريخ علمي كبير، اجتهاد وشجع عمر. نعم. دكتور، كلمنا حضرتك عن اهتمام الدولة بالتعليم العالي في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية. انطلاقا من استراتيجية الدولة 2030 مصر 2030،
التي يبرز فيها الاهتمام الكبير من الدولة بالتعليم العالي، ولعل آخر مؤتمر، المؤتمر قبل الأخير، مؤتمرات الشباب بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان في جامعة القاهرة العام الماضي، وكان عنوان هذا المؤتمر بناء الإنسان المصري. نعم. وبناء الإنسان المصري أساسا مرتكز بالدرجة الأولى على التعليم. نعم. ومنه بمثابة التعليم الجامعي مثابة حجر الزاوية فيه، على اعتبار أن هذه الجامعات هي المرحلة الأخيرة من إعداد المواطن المتخصص. نعم. وبالتالي الجامعة بتستثمر الكثير من الأموال والطاقات لإعداد أجيال مؤهلة ومسلحة بآخر تقنيات العصر. نعم. يعني لو بصينا على 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 استثمارات الدولة في العقول وتكلمنا على جامعة جنوب الوادي، عكسنا الوضع على جامعة جنوب الوادي، خليني أقول لمعليك أني من 2017 الجامعة مستهدف لها من قبل الدولة أكثر من مليار جنيه المفروض بنية تحتية. نعم. فده شكل من أشكال الاستثمار في التعليم العالي. نعم. ونحن جامعة بعيدة عن العاصمة، جامعة إقليمية، ومع ذلك نحن في قلب وفكر وعقل الدولة. الدولة بالضبط. الدولة لا تبخل عنا، وده شكل من أشكال التمكين في الصعيد، وشكل من أشكال الدعم والمساندة لمواطني جنوب مصر. هذه الاستثمارات الكبيرة والكثيفة بغرض تعليم جيد وتوفير بيئة تعليمية صالحة وتخريج أجيال صالحة وقادرة على خدمة الوطن ومسلحة بأحدث العلوم، فكل ده دور الدولة في التعليم العالي. ويمكن دائما وأبدا يمكن في المجلس الأعلى وفخامة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار أيضا لا يألو جهدا في مساندة الجامعات والتيسير على الجامعات. وفي الآخر منظومة التعليم العالي بمصر بالفعل متطورة ووسابة وتتحرك بخطوات واسعة نحو تنفيذ سياسة الدولة 2030 التي نحن جزء منها بإذن الله تعالى. زي ما سعادتك قلت برضو، يعني السيد الرئيس دايما بينادي بالتعليم العالي وبيحضر بشخصه هو المؤتمرات دي. وهذا قلت يعني آخر حاجة كان جامعة القاهرة. كان في جامعة القاهرة في مؤتمر الشباب قبل الأخير، والمرة دي كان احتفالية برضو مؤتمر الشباب كان في القاهرة أيضا. قبل اللي فات كان في جامعة القاهرة، المرة دي كان خارج الجامعة. نعم. وتحدث أيضا الرئيس على الاهتمام وعلى أن التعليم من ضمن المشروعات القومية في مصر التي تلقى بالزبط. كل الدعم والتأييد من وبالفعل يعني من ساعة ما تولى السياسية السيد رئيس الجمهورية. نعم. والشباب نصب عينيه. نعم. في عين من جوع. نعم. تمكين الشباب ولا يدخل لهم جهد. نعم. يعني ودليل على كده برضو الجامعات الجديدة التي دخلت الخدمة في مختلف أجزاء مصر، سواء كانت جامعات حكومية أو جامعات خاصة. نعم. ولعل استقلال جامعة الأقصر التي خرجت من رحم جامعة جنوب الوادي شكل. نعم. من أشكال زيادة الفرص المتاحة للتعليم يعني في جنوب جامعة مصر. جامعة الأقصر حاليا جامعة مستقلة. نعم. بقيادة السنة دي ولا امتى؟ استقلت في شهر 6 السنة دي يعني. نعم. هذا العام ده يعني برضو كلام جديد على لسان الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي. تمام. يعني ده برضو أهل الأقصر استقلوا بالفعل. جامعة خاصة. نعم. استقلوا بالفعل ولهم مخصصاتهم، وحاليا في دور بناء كوادر وفي دور استحداث كلية جديدة فجامعة الأقصر. جامعة جنوب الوادي دكتور، يعني قنا في محافظة تانية حاليا عندها زي البحر الأحمر والوادي ولا برضو؟ نعم. جامعة جنوب الوادي حاليا تغطي محافظتين، تغطي محافظة قنا وتغطي محافظة البحر الأحمر. البحر الأحمر. نعم. نعم. أستاذ الدكتور يوسف الغرباوي، جهود جامعة جنوب الوادي لنشر الوعي الثقافي لأبناء المحافظة. نعم. الجامعة دائما وأبدا هي الحاضنة المجتمعية لمجتمع الجنوب كنشر الوعي والتثقيف. يمكن جامعة جنوب الوادي بتلعب دور كبير عبر طلابها وعبر أساتذتها في إقامة العديد من المنتديات الثقافية والطلابية. يمكن عندنا حوار التنوير الذي يقوده نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران، وذلك لتصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي وإحساس الطلاب بالدور الكبير والمشروعات الكبيرة التي تجري حاليا على أرض الوطن، ولفت انتباه الطلاب إلى خطورة الشائعات. يمكن السنة دي أنا دائما لي مقولة دائما بقولها لأبناء الطلاب،
دعها تقف عندك، دعها تقف عندك بمعنى الإشاعة، لا نردد ما نسمع، ودائما نتمثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بما سمع. فالمفروض احنا منارة تنوير بالفعل، زي ما منارة تنوير علمي وإشعاع حضاري في مجتمع، احنا في الجانب الثقافي أيضا لنا أدوار كثيرة تقوم بها الجامعة عبر أساتذتها وعبر متخصصيها. عندنا مؤتمرات نوعية، وعندنا ندوات متخصصة، عندنا ورش عمل تعقد في الجامعة للتنوير والتثقيف والدعم. يمكن الأسبوع اللي جاي بإذن الله تعالى تستضيف جامعة جنوب الوادي الشيخ الحبيب علي الجفري، اللي فتح نقاش مع الطلاب على المطلوب من الشباب ودور الشباب في بناء الأوطان والوسطية في الإسلام. وده شكل من أشكال نشر روح التسامح والمحبة وقبول الآخر. دي كلها أدوار وأنشطة بتعملها جامعة جنوب الوادي لخدمة مجتمعها. احنا عندنا بالفعل خريطة ثقافية متكاملة على مدار السنة، بما في ذلك الأجازة الصيفية. يعني احنا حتى الندوات والتثقيف وبرامج محو الأمية جامعة جنوب الوادي مشاركة فيها بفعالية وبكثافة، منتشرين بالفعل في كافة مناطق النطاق الجغرافي التي تغطيها الجامعة، بداية من المحافظات الثلاث الأقصر وقنا والبحر الأحمر، بل أحيانا يمتد نشاطنا إلى بعض القرى في محافظة أسوان. فإحنا جامعة من ناحية الثقافة نحن لدينا خريطة ثقافية متكاملة نسعى لتفعيلها ونسعى لأداء هذه الرسالة خدمة لمجتمعنا، مجتمع الجنوب. دكتور يوسف، احنا جينا عن سعادتك هنا، كنا شايفين معالي اللي هو عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وسياده العميد مدحت احمد جمال من مصر الخير. نعم يا فندم. كلمنا عن الزياره. اولا اللي هو عبد الحميد الهجان احنا بنسعد به وبنشرف به دائما في مناسبات الجامعه. نعم. ودائما شريك للجامعه في جميع انشطتها، وبنلقى كل الدعم والمسانده من الجامعه، تلقى كل الدعم والمسانده من المحافظه بامانه. اللي هو احمد جمال او سعاده العميد احمد جمال مصر الخير، مؤسسه مؤسسات المجتمع المدني المحترمه جدا 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 والناشطه بالفعل في جامعه جنوب الوادي، وبتساعدنا كثير، بتقدم الدعم لعدد من الطلاب الذين تحكمهم ظروفهم الاجتماعيه. نعم. بعدم المقدره على دفع المصروفات الدراسيه او عدم الدفع تكلفة الإقامة في المدن الجامعية. نعم. أيضا بيساعدونا في إعادة تأهيل وفرش وإعادة رفع كفاءة بعض المباني في المدن الجامعية. ممكن سعادتك يمكن لو التقيت مع سعادة العميد ممكن تسمع بالتفاصيل أكثر، هم عملوا إيه للجامعة. نعم. طب هنستأذن حضرتك إحنا برضو ونشوف سيادة العميد مدحت أحمد جمال نتكلم معه فيما يخص هذا المجال. سيادة العميد مدحت أحمد جمال، مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة مصر الخير، اهلا بك يا سيادة العميد. اهلا وسهلا، وسعداء ان احنا نكون موجودين معاكم النهارده. ربنا يخليك يا فندم. كلمنا حضرتك عن دور المؤسسة في خدمة طلاب جامعة جنوب الوادي. من اللحظات السعيدة اللي بتمر علينا ان احنا نبقى موجود ما بين ابنائنا في محافظة قنا، وبالاخص داخل جامعة جنوب الوادي. النهارده احنا كنا بصدد افتتاح المدينة الجامعية للطالبات. قمنا بعملية التجهيز للمدينة الجامعية، وده مش أول تعاون، إحنا كان سبق تعاون قبل كده مع الجامعة، وجهزنا 348 مكان للطالبة إنها تتواجد داخل المدينة الجامعية. النهاردة كنا بصدد افتتاح المدينة الجامعية، 232 طالبة نجحنا إن إحنا نسكنهم داخل المدينة الجامعية. وبحب أؤكد على إيه الهدف من التجهيزات المدن الجامعية اللي إحنا بنعملها للمدن الجامعية عموماً. الطالبة لو موجودة خارج المدينة الجامعية هتسكن مع زميلاتها، هتدفع سكن وهتدفع وجبات وهتدفع انتقال. المبلغ ده هيبقى حوالي أقل القليل 2600 جنيه في الشهر. طيب هي لو دخلت جوه المدينة الجامعية أقصى مبلغ هتدفعه 350 جنيه في الشهر. نعم. لما نعمل الحسبة 2600 في التسع شهور الدراسة في الأربع سنوات بتوع الجامعة هنلاقي المبلغ 93600 جنيه. نعم. طب لو جوه المدينة الجامعية ال 350 جنيه في الشهر في تسع شهور في أربع سنين دراسة هتعمل 12600 جنيه. يبقى احنا كده
نجحنا ان احنا الفرق ما بين المبلغين 81,000 جنيه قدرنا نوفرهم للأسر الأكثر احتياجا عشان تعلم بنتها داخل الجامعة وتخلص الدراسة الجامعية بتاعتها. طب احنا دفعنا كالمقابل قد ايه في مؤسسة مصر الخير، او المتبرع دفع لنا قد ايه عشان نقدر ندخل الطالبة جوه المدينة الجامعية؟ 3500 جنيه مقابل سرير ومرتبة ومخدة ودولاب وترابيزة تذاكر عليها وكرسي تقعد عليه. نعم. بالإضافة كمان قمنا عاملين غرف مذاكرة عشان لو الغرفة غير مناسبة انها تقدر تذاكر وتحقق نسبة من التفوق نقدر ان احنا ندعمها ونعملها غرفة مذاكرة، فان شاء الله في وجودها في غرفة المذاكرة هيحقق لها نوع من التفوق. وبشكر الجامعة لان خصصت هذا المبنى للطالبات المتميزات اللي هم حاصلين على امتياز، وده طبعا شيء طيب وده بيدي حافز للطالبات انها تجتهد وتحقق الهدف من وجودها داخل الجامعة. سيادة العميد، هل لخدمات مصر الخير تقتصر على الجامعات فقط ام في فروع اخرى؟ طيب خلينا نقول في البداية لما تم اشهار مؤسسة مصر الخير في 2007 كان الهدف ان مؤسسة مصر الخير تبقى مظلة لجميع المؤسسات والجمعيات الاهلية. نعم. وبالتالي اشتغلت في 5 مجالات اساسية. تمام. اول مجال البحث العلمي، مناحي الحياة، الصحة، التعليم، التكافل. نعم. لو ركزنا شوية في التكافل هنجد ان عندنا في التكافل في مشروعات توليد الدخل، وده طبعا بيساعد كل أسرة ان يبقى ليها مصدر دخل ثابت شهري من المشروعات اللي ممكن يقوم بيها اي حد من افراد الأسرة. نعم. وده طبعا بيخضع لإجراءات عندنا في المؤسسة وبيخضع لأبحاث اجتماعية، ومن المشروعات المفيدة جدا اللي بتقوم بيها فعلا مؤسسة مصر الخير بتغير المستوى المعيشي للأسرة كلها بالكامل. نعم. وفي عندنا المساعدات المباشرة، وده يمكن عندنا الخط 1640 لو اي حد اتصل بيه بيخش عندنا في دايرة النظام داخل المؤسسة، ولازم الدايرة دي تغلق، يا اما تغلق نقول له هندي لك المساعدة دي موافقين عليها، يا اما غير مستحق، يا اما انت غير مستحق لهذه المساعدة، فلازم الدايرة تغلق طالما اتفتحت. بس انا هستأذن حضرتك يعني قدام السادة المشاهدين دي يعني الرقم على صيانة سيادة العميد، ممكن حضرتك تقوله تاني برضو الرقم الخط الساخن 1640. الى من يهمه الامر اللي هيحتاج خدمه من مصر الخير، سياده العميد قال الرقم وهم هيردوا عليك بعد كده باي الامرين في مساعده او لا. تمام يا فندم. تمام. اتفضل. ده عندنا في المساعدات المباشره وبينبثق منها طبعا الحملات اللي كلنا سمعنا عنها قامت بيها مؤسسه مصر الخير. نعم. سواء حمله الشتاء في الفتره اللي هي شايفين انها قادمه علينا وفتره. تمام. المطر والسيول وكده. نعم. ودي بيخش يندرج تحتيها الإغاثة والطوارئ لو حصل أي مشاكل نتيجة السيول بتتدخل برضو إن شاء الله فيها مؤسسة مصر الخير. في عندنا الغارمين وكلنا. نعم. طبعا نعلم بهذا النشاط. بالظبط. دور كبير جدا. وإحنا النهاردة بصدد نشاط هام جدا اللي هو ابن السبيل وهو المصرف الشرعي من مصارف. نعم. الزكاة. نعم. شكرا سيادة العميد. سيادة الدكتور كلمنا عن دور الجامعة في خدمة المجتمع. نعتز دائما ونعتنق شعار أن جامعتنا بلا أسوار، أي أنها جامعة منفتحة على مجتمعها بالكامل. احنا عندنا في خدمة المجتمع خريطة كاملة للأماكن والمناطق المستهدفة بالقوافل الطبية البشرية والقوافل الطبية المتخصصة والقوافل البيضرية وقوافل التوعية الزراعية، قوافل الإصحاح البيئي، قوافل التوعية بالحاسب الآلي وشبكات الإنترنت والمواقع وما لها وما عليها. أيضا عندنا قوافل لتنمية وطرح أفكار المشروعات الصغيرة والابتكار المجتمعي، عندنا قوافل للإرشاد النفسي، قوافل للوعي رفع الوعي السياحي والآثاري. فإحنا عندنا سلسلة من القوافل أو سلسلة من المبادرات تكاد تصل إلى أكثر من 14 نوع. هذه القوافل نشطة في مختلف مناطق المدى الجغرافي للمحافظات الثلاثة التي تغطيها الجامعة. ولو تحدثنا من واقع الإحصائيات يعني كان مطلوب في آخر جلسة من جلسات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المجلس الأعلى للجامعات بيان بالقوافل الطبية التي سيرتها الجامعات المصرية مجتمعة.
فوصل عدد القوافل التي سيرتها الجامعات المصرية إلى 143 قافلة قدمت العلاج المجاني لعدد 85 ألف مواطن. نعم. ده الجامعات المصرية مجتمع. جامعة جنوب الوادي نصيبها كام من الرقم ده؟ صير جامعة جنوب الوادي 34 قافلة وقدمت العلاج إلى 17 ألف مواطن، يعني بنسبة تكاد تصل إلى خمس مجهود الجامعات المصرية. نعم. المجتمع. وده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجهود المستشفيات الجامعية، مجهود كلية الطب، مجهود كلية الطب البيطري، مجهود كليات مختلفة تشارك في مثل هذه الأنشطة. النشاط الثاني اللي عاوز أتكلم عليه برضو بشدة مشاركة طلاب جامعة جنوب الوادي في محو أمية مواطني الجنوب. من واقع إحصائيات الهيئة القومية لتعليم الكبار، نحن الجامعة الأولى في محو أمية المواطنين بالنسبة لبقية الجامعات المصرية. فنحن بالفعل جامعة منفتحة على مجتمعها. لو كلمنا عن المستشفيات الجامعية قبل ما حضرتك تسألني السؤال ده، خليني أقول لك مستشفياتنا الجامعية بالفعل تستقبل كل يوم أعداد رهيبة من المترددين. احنا عندنا 3 أيام من الاستقبال بالتنسيق مع وزارة الصحة. حاليا بنستعد بإذن الله تعالى الشهر القادم لافتتاح مستشفى الضوارئ، ده مستشفى نوعي بتبرع جزئي من رجل أعمال كويتي، تبرع بمليون جنيه للجامعة، والجامعة استكملت تكلفة الإنشاءات والفرش، والجامعة والمستشفى حاليا في الدور الأخير من الفرش والتجهيز بالأجهزة. يمكن خلال الشهر 11 بإذن الله تعالى نستطيع تقديم هذا الخدمة لمواطني جنوب مصر بالكامل، على اعتبار أن هذا المستشفى مستشفى نوعي سوف يخدم نوعية أكثر وأعداد أكبر من المرضى، وخصوصا أنه مزود بأسرة للعناية المركز، وهذا ما تفتقر إليه المستشفيات الجامعية في الوقت الحالي. العدد اللي عندنا عدد محدود من الأسرة، يمكن 6 أسرة متاحين. المستشفى ده هيضيف لنا قوة أكثر من 20 سرير من أشياء من أسرة العناية المركزة، وبالتالي المستشفى ده هيساعد كثير من الضغط والعبء الواقع على كاهل وزارة الصحة التي تعاني من كثافة المترددين على المستشفيات العامة فيها. وده مستشفى بيقدم خدمات نوعية على اعتبار أن العمليات الكبرى دائما وأبدا في المستشفيات الجامعية. فإحنا موجودين ومستعدين لخدمة المجتمع بكافة السبل. عندنا العديد من الوحدات ذات الضبع الخاصة التي تقف على تمام الاستعداد والجاهزية لتقديم استشاراتها وخبراتها لكافة طوائف المجتمع. دائما وأبدا بقول أن الجامعة هي بيت الخبرة في كل المجالات وفي كل التخصصات، فبالتالي إحنا موجودين بالفعل لخدمة مجتمعنا. هي عملية التعليم هي عبارة عن عملية التعليم نفسها أو أجنحة الجامعة، الروافد الرئيسية في الجامعة، التعليم والبحث العلمي. التعليم والبحث العلمي مفروض أن البحث العلمي في الجامعة موجه لخدمة المجتمع، ده المفروض. حتى التعليم، التعليم المفروض منه الغرض منه إيه؟ الغرض منه مواطن متخصص لخدمة المجتمع، لأداء دور في المجتمع. أي مكان هذا المتخصص، طبيب، مدرس، أخصائي، حقوقي، تجاري، محاسب، أي ما كان نوع هذا التخصص، مهندس، أي ما كان، مع احترام كل القطاعات وكل القطاعات لها الأهمية والأهمية القصوى في الجامعة، وكل الكليات وكل التخصصات مطلوبة ومرغوبة بالنسبة لنا وتحظى بالعناية والرعاية من الجامعة ومن قيادة الجامعة. كل هؤلاء دورنا أن احنا نعدهم إعداد جيد وتوفير بيئة تعليمية جيدة لهم حتى يكونوا عضوا نافعا في مجتمع مصر بإذن الله تعالى. وفي نهاية هذا اللقاء الممتع الشيق، ولولا ضيق الوقت، رسالة لأبنائكم الطلبة على لسان حضرتك. أولا الرسالة من شقين، الشق الأولاني نحن أبناء مصر. نعم. ونحن مواطنون ننتمي إلى هذه الأرض التي نعشقها. نعم. والتي تفعل قيادتها المستحيل نحو توفير حياة كريمة لنا. نعم. فالمفروض ولائنا وانتمائنا واهتمامنا بدولتنا وببلدنا. نعم. الجامعة جزء من الدولة، وهي صورة الدولة بالنسبة لمنتسبيها، سواء إذا كان هؤلاء المنتسبين طلابا أم أعضاء التدريس أو جهاز إداري، فنحن صورة الدولة بالنسبة لمجتمعنا. الجامعة شريك أساسي في كل سياسات الدولة. نعم. بمعنى نحن صورة الدولة للمجتمع الذي نمثله. الانتماءنا وولائنا لبلدنا
الدولة استثمرت الكثير من الأموال، هذه الأموال قد تكون محسوسة ومنظورة لدى من هو خارج الجامعة وقد تكون لا. نعم. رسالة للطلاب أن الدولة تتكلف الكثير والكثير والكثير من الأموال لإعدادكم، وتنتظر لكم كقيمة مضافة لخدمة الوطن، فلنجتهد في ذلك ولنشعر بالامتنان كثيرا بالانتماء لهذه الدولة التي تستثمر الكثير من الأموال لتنميتنا ولتطويرنا. دي الرسالة الأولى. الرسالة للطالب كمواطن ولإعلاء قيم المواطنة والانتماء لدى منسوب الجامعة. والرسالة الثانية للطالب وتتماشى معها وتتسق معها الجد والاجتهاد، فلنحقق آمال من أرسلونا إلى هذه الأماكن التعليمية، ولنحقق رغبة الدولة ومراد الدولة فينا ومراد أهلنا قبل مراد الدولة. أهلنا لما اقتطعوا وبذلوا وأنفقوا حتى يرسلونا إلى الجامعات، أرسلونا بغرض أن نتميز ونجد ونجتهد وأن ننهي سنوات الدراسة سريعا سريعا حتى نضاف إلى قوة الإنتاج في الدولة والأيدي العاملة في الدولة. والدولة أيضا عندما تبذل وتنفق وتؤهل وتهيئ فيتنتظر المردود. فاعلم أن الدولة هي من تفعل كل هذا لأجلك، لأنها تنتظر منك أن تضاف كقوة عاملة وأيدي نافع وعضو نافع للمجتمع بعد انتهاء سنوي الدراسة. أيضا رسالة ثانية للطلاب، أقول لهم أن الحرص على الجد والاجتهاد لا يعوق عن ممارسة الأنشطة الطلابية. الأنشطة الطلابية رافد أساسي من روافد بناء شخصية المواطن الصالح المتخصص، بمعنى أن بناء هذا الطالب المتخصص أو بناء المواطن المتخصص المرحلة الأخيرة التي تلعبها الجامعة لصالح المجتمع، جزء منه تغطيه المناهج الدراسية المتخصصة سواء كانت طبية أو زراعية أو تجارية أو علوم أساسية، وجزء منها يغطى بواسطة الأنشطة الطلابية. فالأنشطة الطلابية ليست طرفا وليست رفاهية، إنما هي مستهدفة ومخطط لها لتكملة بناء شخصية هذا المواطن الذي سوف يستفاد منه بعد إنهاء سنية الدراسة. لذلك بادرت جامعة جنوب الوادي هذا العام بجعل ساعتين كل أسبوع فراغ في الجداول الدراسية يوم الأحد من الساعة 12 للساعة 2، ما فيش أي محاضرات ولا دروس عملية شغالة في الجامعة، وجميع الطلبة متاح لهم ممارسة الأنشطة المختلفة، وذلك حتى نضمن مشاركة كثيفة العدد من الطلاب. هذه الفترة الزمنية المخصصة لممارسة الأنشطة الطلابية تستغل أيضا في الندوات، تستغل في التثقيف، تستغل في مختلف الأنشطة التي تتطلب أعدادا كثيفة من الطلاب. ده رسالتي اللي بقولها لطلاب جامعة جنوب الوادي. أيضا الرسالة الثانية، أن دائما وأبدا رئيس الجامعة والجامعة كلها مؤهلة ومعدة وفي خدمة واستعداد لخدمة الأبناء الطلاب، لأن هذا دورنا وهذا هو ما كلفتنا به الدولة. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك يا سيد الدكتور. ربنا يبارك فيك. وعادة تاني للرسالة على لسان الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي للشباب طلاب الجامعات أجمعين، اعلم الدولة تنفق من أجلك الكثير. نعم. من أجلك الكثير. نعم. لا تنقرف وراء أشياء واهية. نعم. لا تنقرف وراء شعارات كاذبة. نعم. لا تنقرف وراء شائعات. نعم. وكما قال أستاذنا اجعلها تقف عندك، صحيح؟ نعم يا فندم. هذه رسالة دكتور يوسف الغرباوي لأبناء الجامعة. شكرا لك دكتور، وعلى أمل أن ألقاكم بإذن الله. وكما قال الشاعر: تعلم العلم واقرأ تحوز فخار النبوة، فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. وسعدنا بكم في هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله وأمنه في نفس المعاد على نفس القناة الصحة والجمال، على أمل أن نلقاكم بخير معنا ومعكم ومع الناس.